الآن خلينا نحكي عن اقتراب عودة الطلاب إلى الجامعات والمدارس، وكيف أن الأسر بدأت بالتأهب للعام الدراسي الجديد، لكن الطلاب في هذا العصر يفعلون ذلك بطريقة تختلف عن الأجيال السابقة. صحيح، فمع انتشار الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني غدت الحياة الطلابية أكثر تعقيدا وأقل تركيزا. سيشرح لنا الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص عن العديد من التطبيقات التي يمكن للطلاب استخدامها لتسهل الكثير من الأمور. نتابع هذه في فقرة هاشتاغ صباح النور. عمر صباح النور، يا أهلا وسهلا. نحن حاضرين انا وياك للعوده المدرسيه ولا؟ ايه والله. نحن اكثر ناس جاهزين للعوده. كثير. يعني مواقع التواصل الاجتماعي ربما عمر تاثر بشكل كبير حاليا على الجيل الجديد، جيلنا نحن يمكن كان جيل التكنولوجيا بعض الشيء، ولكن ما كانش الجيل اللي ربما وسائل التواصل الاجتماعي مأثر عليه في خلال فترته معنا يعني بالجامعه او بالمدرسه خاصه. انا شخصيا بتاني سنه جامعه لصار معي فون. ايه. يعني هلا بنتي عمرها 7 سنين معها تليفون، تخيل الموضوع. فاليوم فكره كثير حلوه للطلاب وكثير حينبسطوا فيها، واذا الاهالي عم بيتابعونا فحينصحوا اولادهم يفوتوا يحضروا على يوتيوب. بطبيعه الحال لازم الاهالي كل ينصحوا اولادهم انه يتابعوا التطبيقات خاصه اللي باش تقولنا عليهم عمر. اليوم اول شيء في دراسه اجراها مركز ريفال بتقول الدراسه انه طلاب عم بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بين الساعتين والاربع ساعات يوميا. نفس المركز عمل دراسه بتقول انه 79% من الطلاب اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تاثرت علاماتهم سلبا. 79% دراسه رقم كبير. 79 كثير كثير. دراسه المانيه كذبت 59 دراسه اخرى واجرت على 20,000 عينه لطلاب بين 13 و 22. الدراسة الألمانية بتقول أنه تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لا تؤثر على درجات الطلاب. والطالب الذي يستخدم الهواتف أكثر لا يدرس أقل، يعني ما يعني اللي بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بوقت فراغه ممكن يستخدم البلاي ستيشن، ممكن يقرا كتاب، ما بتاثر على العالم. حيرتنا حاليا عمر، يعني شنو الحل؟ في دراستين. انا شخصيا اعتقد الادمان على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل او باخر على مواقع على الدراسه ويؤثر سلبا على علامات الطلاب. انا شخصيا هيك اعتقد، بس عم نحكي بالدراسه. خلينا احنا نحكي على التطبيقات اللي هي ربما قد تساعد الطلاب وفرصة انه يسجلوهم معنا الان حتى يبحثوا عليهم على المتاجر الالكترونية اللي ملي يقوموا بتحميلها ويجربوا التطبيقات اللي بيشاركهم معنا اليوم. اليوم معنا كتير تطبيقات، جبت للطلاب كتير تطبيقات ان شاء الله يقضي الوقت لحتى نقولهم كلهم. منبلش باي ستاديز. اي ستاديز، اي ستاديز من اشهر تطبيقات الدراسة. بيقدر الطالب مثل ما عم نشوف على الشاشة يعمل جدولة لكل دراسته، لكل المحاضرات، لكل الامتحانات، لكل الدروس الخصوصيه، حتى يعمل جدول للمحاضرات اللي بيروح فيها على الجامعه وبيعطيه نوتيفيكيشن التطبيق انه يروح على المحاضره اللي هو فيها وينظم له وقته للطالب. وبهالتطبيق بيخول الطالب يحط بيانات المعلمين ويصير يتواصل معهم مع لأي سؤال. لأي سؤال هو بحاجه له. حلو. ما كانش على ايامات، ما كان عليه. تطبيق ستاديوز. تطبيق ستاديوز على نسق تطبيق اي ستاديوز. في الطالب يعمل جدول للمحاضرات والدروس الخصوصيه الأخرى بنفس الطريقه اللي كنا نشوفه فيها، في بس في ميزه منا موجوده باي ستاديوز وكثير مهمه، انه اوتوماتيك التطبيق بس يكون عنده الطالب محاضره بيصير التليفون صامت. اوتوماتيك بصير التليفون صامت، ما بيقدر يعمل له يعلل الصوت. هلا بننتقل لتطبيق اوديو نوت. اوديو نوت يا ريت موجود على كان على ايامنا، كنت على قريبه ما كنت عدت الماده شي مرتين. لأن ما كناش نسجله وقتها. انا من الاشخاص اللي بتشتت، ما بقدر اركز ساعه ساعتين كاملين، بدي اقوم اتحرك. هذا التطبيق بسجل المحاضرات صوت وصوره او صوت. والحلو بهالتطبيق الاوديو نوت انه فينا نعيد صياغه المحاضره بس لنروح على البيت،
اكثر من هيك، نحن وعم نحضر المحاضره هو عم بسجل، اثناء التسجيل فينا نكتب نوت او نعمل ستيكرز على مطرح الفيديو لنتذكر شيء معين قال الدكتور. حلو، فهيدا التطبيق كثير مهم. حلو، ننتقل لتطبيق الاوفيس لانس اللي هو كثير مهم، بصور لوحه المحاضرات وبحولها لتكست. يعني اذا الدكتور كتب محاضرة على اللوح أو ملخص محاضرة، فيني عبر هالتطبيق صور اللوح وفيني أرجع عدل على التطبيق، يعني مثل ما عم نشوف على الشاشة. يعني تقريبا يتحول يا إما إلى PDF أو إلى وورد. يتحول لوورد أو PDF وبرجع بعدل مثل ما بدي على. حلو برشا هالتطبيق، ما هذا ما يساعدش إنه نعمله ال. انه ندخله بالامتحانات. يا ريت. بنروح هلا تطبيق سكانر برو. سكانر برو مثل تطبيق الاوفيس لانس بس على اوراق، على الاوراق. كمان بحول الاوراق اذا طالب كاتب او جبنا اوراق دراسه بحولنا اياها لتكست. هذا يساعدنا انه ما نقعدوش دائما ناخذه من عند زملائنا انه نطبعهم ونرجعهم لك غدوه. فينا كيف الواتساب نكتب تكست ونعدل، نفس الشيء. بنروح على تطبيق طورت الحياه. نروح على تطبيق الديولينجو. التطبيق كتير بيساعدني إلي شخصيا، لأن بفترة دراستي فرنسي، درست 18 سنة أو 17 سنة فرنسي، لما فتنا على الجامعة انتقلت اللغة للإنجليش، فأربع سنين عم تستخدم إنجليش. هلأ أنا صادفت عامل دورات قبل، بس أربع سنين عم تستخدم الإنجليش. الطالب ما حيستخدم الفرنسي، حينسى الفرنسي وما حيكون فلوينت بالإنجليش. فهيدا التطبيق وبتصير كتير بالعالم العربي وبلبنان والبلاد الفرنكوفونية إجمالا، بيدرسوا فرنسي بيروحوا على الجامعة بيدرسوا إنجليش، بتروح اللغتين. أي ما يكونش متمكن من الاثنين، لأنه تقريبا معلش فكرة الدمج بيناتهم الاثنين، نقعدوا يا أما في اللغة هذه أو اللغة. اللغة ممارسة، يعني نحن إذا أربع سنين ما حتصير فلوينت إنجليش مثل ما درست 17 سنة فرنسي. فديولينجو استخدام بيستطيع الطالب يدرس 23 لغة بطريقة بسيطة، وبساعد بيعطيك صور لتحفظ القواعد، بتصير تربط الصور بطريقة علمية بالقواعد تاعت يعني اللغة. يعني ربما ديولينجو مش فقط للطلاب، حتى الإنسان العادي الأشخاص لكل الأشخاص. بس مخصص للطلاب عشان عنده تطبيقات أو قواعد معينة للطلاب لاستخدام الطلاب. والحلو بديولينجو إنه بيعلم القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، يعني كتير حلو هالتطبيق. جميل. ننتقل لتطبيق الريل كالك. عشان طالب أمرار وضعنا المادي ما في يدفع حق الكالكوليتر 400 و500 دولار، فبينزل هالتطبيق ساينتفك كالكوليتر. هذه للناس اللي تدرس ساينس. أنا شخصيا دفعت حق الكالكوليتر بالجامعة 200 دولار، يا ريت كان في هالتطبيق. فكثير مهم هالتطبيق، بطل الشخص إلا يحمل تليفون ويروح على الجامعة. ننتقل لتطبيق سوكراتيك. سوكراتيك هو هلا حيفاجئ المشاهدين كانه تطبيق فلسفه، اذكى تطبيق وجد بين التطبيقات اللي لها علاقه بالدراسه. سوكراتيك في كثير اشخاص ما عندها الامكانيه الماديه لتجيب مدرسين خصوصيين للبيت، وفي كثير من الطلاب اخر تكي قبل بساعات معينه في معادله معينه بيتلبكوا فيها، كل ما عليهم انه يصوروا هذا السؤال ويجيهم الجواب من التطبيق. وهذا التطبيق متخصص بالمات، شيمي، كيمستري، ورياضي والتاريخ، بيصوروا المعادلة أوتوماتيك التطبيق بيعطيهم الجواب تاع المعادلة، وهيك بيتأكدوا من أجوبتهم قبل الامتحانات وما بحاجة ل فقط تاريخ ورياضيات وكيمستري وشيمي وكيمستري. هذا التطبيق متخصص بهالثلاث مواد. أوكي، ننتقل لتطبيق ستيت. حلو هالتطبيق، كثير حلو، ذكي كثير، ويعني يمكن نستعمله في فتره الامتحان. عمر يا ريت نحطوه بحذانا في الامتحان. ننتقل لتطبيق الستاي فوكس. ستاي فوكس للاشخاص المدمنين اللي مثلي كثير بفيدهم. انا لما اكتب مقال بستعمله، مش للطالب، لكل حدا مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض الدراسات بتقول كل 19 ثانيه دماغك بيعطيك امر تعمل تشيك على النوتيفيكيشن، ان كان واتساب ولا فيسبوك. انا كل 10 ثواني، بس اجمالا الدراسه بتقول كل للمدمنين كل 19 ثانيه. لا، اجى هالتطبيق ليحل هالمشكل، وفي طلاب كثير مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي. اجى هالتطبيق ليحل المشكل. شو بيعمل هالتطبيق؟ بتحط الابلكيشن المدمن عليه، ان كان فيسبوك، واتساب، انستغرام، ببجي، اللي بدك اياه، اي تطبيق، وبتعمل له سكتش للتطبيق من الاربعه للسته. انا عندي دراسه او عندي مقال او عندي ميتنج او كذا، بيعمل هايد للتطبيقات. اذا عملت فورمات للتليفون، اذا عملت ريستارت، اذا طفيته، اذا عملت له ان انستول، ما فيك تستخدم هالتطبيقات. فبيجبرك
يكون عند ما يكون عندك تشتت ذهني، ما يكون تكوني مركز، وممنوع تفتح التطبيقات. يوم عن يوم دماغك ببرمج انه من الاربعه لستة او من الثمانيه للعشره ما في هالتطبيقات، فبيبطل عندك تشتت. ربما حلو انه يستعملوه الاهل ايضا هذا التطبيق لاولادهم، الاولاد الصغار خلينا نحكيه، لانه ربما حتى التطبيقات اللي شفناهم لبعض الشيء مراهقين كبار شويه بالجامعه، ربما التطبيقات تساعد مش فقط للاولاد الصغار اللي بداوا، معناها انه نقول احنا في اول سنوات. تجي رايي انا برايي التوعيه للطالب او للتلميذ اهم من انه اجبره على هذا التطبيق، يعني انا واعي على هذا التطبيق وافاده هذا التطبيق، هو بارادته يعمل هايد للتطبيقات المدمن عليها بيرتاح نفسيا وبيعرف انه هيدا التطبيق الساعه 6 حيفتح التطبيقات، فهو شخصيا يقوم بسكجول لهالتطبيق افضل مع الاهل بطريقه معينه او اجبار او غصب للطالب. لا، وعي له انت مدمن، نحن منقدر هيدا الشيء، في عندك ساعتين او ثلاث ساعات او اربع ساعات بالنهار ممنوع تستخدم هالتطبيقات، عمول انستول لهالتطبيق وعمل له سكجول وخلينا هيك منيح لدراستك ولمستقبلك. جميل، حلو برشا اللي شفناه اليوم، يعني لحقنا قد ما فينا من التطبيقات. ايه شفنا تقريبا كل التطبيقات، شكرا لك عمر، نتمنى ايضا انه كل المشاهدين كانوا استفادوا من هالتطبيقات اللي اعطيناهم اليوم، وحتى ان يمكن نساو البعض منها مش مشكله، اكيد تلقاو الحلقه نتاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي طبعاً. وممكن انه تعاودوا تسجلوا تقريبا كل التطبيقات اللي حكينا عليها اليوم. عمر احنا نشكرك، شكرا على حلقه اليوم، شكرا لك، نشكرك.